سؤال بيجي لي كل يوم من متتبعاتي الحلوين أو من عاملاتي، إيه الأفضل في علاج التصبغات أو تفتيح البشرة؟ نايسيناميد، الألف أربوتين أو الجلوتاثيون؟ وده اللي هرد عليه في الفيديو ده. واللي مش عارفني، أنا ليلى خبيرة بشرة وتجميل. عشان نعالج تصبغات وهتار الحبوب البنية أو تفتيح البشرة محتاجين 3 حاجات نركز عليها، فركزوا معايا. أولاً نقلل إنتاج الميلانين الزايدة ونمنع عملية نقله لسطح البشرة بالتقشير. نقشر سطح البشرة عشان نخفف الميلانين اللي موجودة على السطح، كمان نحمي البشرة من أشعة الشمس والالتهابات. من الأساس البقع والتصبغات بيحتاجوا نجمع ما بين مكونين أو 3 للتفتيح وتقليل إنتاج الميلانين الزايدة، فممكن نستخدم سيروم فيه الألفا أربوتين مع كريم مرطب فيه النايسيناميد، وممكن نستخدم مقشر فيه الجلايكوليك أسيد أو اللاكتيك أسيد 2 مرات في الأسبوع، وطبعا مع الانتظام على الواقي الشمسي. ده احنا متفقين عليه من زمان، صح؟ لعلاج التصبغات في البشرة يمكن استخدام كل من الألفا أربوتين والنايسيناميد، حيث أن الاثنين مكوناتهم فعالة في منتجات العناية بالبشرة. للناس الجداد لأول مرة يسمعوا على الألفا أربوتين، إيه هو؟ الألفا أربوتين هو مركب طبيعي يتم استخراجه من بعض النباتات مثل عرق السوس والعنب البري، حيث الألفا أربوتين يعمل عن طريق تطبيط أنزيم الميلانين في الجلد، وهو المسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين وظهور التصبغات الداكنة. يعتبر الألفا أربوتين آمناً للاستخدام وفعالاً في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة. اللي مش عارفين النايسيناميد، النايسيناميد هو شكل فيتامين B3 نايسين، وهو مركب مضاد للأكسدة، يعتبر آمناً وفعالاً في تحسين صحة البشرة. النايسيناميد يعمل عن طريق تطبيط إنتاج الميلانين في البشرة هو كمان، وتقليل التصبغات الداكنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النايسيناميد يساهم تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد وتهدئة البشرة المتهيجة. بين الألف أربوتين والنايسيناميد لا يوجد إجابة واحدة صحيحة للجمع بشأن أيهما أفضل. يعتمد الاختيار على احتياجاتك الشخصية وتفضيلاتك، ويمكن أن يتأثر بعوامل مثل نوع البشرة وحالتها وسبب التصبغات. نعم، يمكن استخدام الألف أربوتين والنايسيناميد معا في نفس المنتج لعلاج التصبغات في البشرة، اللي بتحتوي على تركيبة مركبة من الألفا أربوتين والنايسيناميد معا مع مكونات أخرى مفيدة للبشرة. توفر هذه المنتجات فوائد مشتركة، حيث يعمل الألفا أربوتين على تفتيح البقعة الداكنة وتوحيد لون البشرة، في حين يساهم النايسيناميد في تقليل التصبغات الداكنة وتحسين صحة البشرة بشكل عام. تعمل هذه المكونات بشكل تكميلي لتحقيق نتائج أفضل. استخدام الألفا أربوتين والنايسيناميد عادة ما يعتبر آمنا وغير مسبب للتهيج لمعظم الأشخاص، مع ذلك قد تحدث بعض الآثار الجانبية البسيطة في بعض الحالات النادرة، وعشان كده دايما بنصحكم بإيه؟ باتش تيست. الألفا أربوتين قد يحدث تهيج خفيف في البشرة لدى بعض الأشخاص اللي عندهم بشرة حساسة، قد يحدث تجفيف طفيف للبشرة في بعض الحالات. يمكن تجنب ذلك عن طريق استخدام مرطب جيد بعد استخدام المنتج اللي بيحتوي على الألفا أربوتين أو النايسيناميد. صراحة أنا أي منتج مقشر بستعمل وراه الترطيب، وده أنا اللي بقوله لكم على طول. النايسيناميد كمان قد يحدث بعض الحساسية أو تهيج البشرة عند بعض الأشخاص، ومع ذلك فإن هذه الآثار الجانبية نادرة الحدوث. عشان كده أنا دايما بنصحكم إنكم أي حاجة جديدة على بشرتكم تدخلوها في روتين بشويش بشويش وبأقل التركيز.
توجد بعض الاحتياطات اللي يجب مراعاتها عند استخدام الألفا أغوتين والنيسيناميد خلال فترة الحمل. على الرغم من أنه ليس هناك تقييد مباشر يمنع استخدامهم، إلا أنه من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدام أي منتج يحتوي على أحدين المكونين أثناء الحمل، وخصوصا في بداية الحمل. تعالوا بنا دلوقتي نتعرف على الجليتاثيوم، أو أفضل أن أقولها بالفرنسي جليتاثيوم أسهل. الجليتاثيوم هو مركب طبيعي موجود في الخلايا الحية وله دور هام في حماية الجسم من التأكسد. يعتبر الجليتاثيوم مضادا للأكسدة قوي، ويساعد في تحييد الجذور الحرة. صراحة عملت عليه فيديو قبل كده طويل عريض في قناة اليوتيوب، ممكن تدخلوا تشوفوه لو الأمر يهمكم. اللي حابة تفتح لون جسمها كله فالفيديو يتكلم على الجليتاثيوم ألف. الجليتاثيوم بيلعب دور هام في عدد تكوين وتجديد الفيتامينات الأخرى المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين اي. يتم استخدام الجليتاثيوم في بعض المستحضرات العلاجية ومنتجات العناية بالبشرة بسبب فوائده الكبيرة. الجليتاثيوم بيساهم في تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة، كما يعتبر مفيدا في مكافحة علامة التقدم في العمر أو الشيخوخة المبكرة، لأنه بيحسن مرونة الجلد، كما يمكن أخذه عن طريق الوريد لتفتيح الجسم بالكامل، وأيضا يمكن أخذه كمكملات غذائية. بشكل عام الجليتاثيون يعتبر مكونا مهما في البيولوجيا الخلوية، ويحظى بالاهتمام في مجالات متعددة في العلوم الطبية والعلاجية. أتمنى أن الفيديو ده يكون نال إعجابكم. تنسونيش باللايكات والاشتراك لتحفيزي على تقديم المزيد. كمان تسجلوا الفيديو ده لأهميته، وليه لأ تشيروه مع أصحابكم وأحبابكم، وخلي بالك من صحتك ومن جمالك.